السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. موضوعنا هو موضوع عندما يفضح الله السحرة وسحرهم في أجسادنا، عليكم بأوقات الدعاء. إخواني أخواتي، كثير منكم الآن يمن تسمعونني عندكم ألام وأمراض وأوجاع، تذهبون إلى المستشفيات، يعني تقومون بالحقن الكثيرة، تشربون كثير من الدواء، تقومون يعني بكثير من الأجهزة، السكانير أو الراديو إلى غير ذلك، بدون أن تعرفوا ما هو السبب، ومن أين هذه الأمراض، ومن أين هذه العمليات الجراحية التي فعلتموها، وما هو السبب، وكل هذه الأشياء إلى الآن لم تعرفوا ما هي أسبابها. أنتم من أهل الصلاة، نعم، أنتم من أهل القرآن، أهل السجود والركوع، رغم ذلك تقرؤون القرآن لا تشعرون بشيء. لذلك إخواني أخواتي، سر هذه الحلقة المباركة هو عندما يفضح الله السحرة والسحرة في أجسادنا ووقت الدعاء. السر في هذا الدعاء وهو أن تركزوا على ما سأقول لكم إخواني أخواتي. أنت تعاني كل من هذه الأمراض أو التعطيلات، أو عندك تجارة الملايين، ثم بعد ذلك أصبحت فقيرا ومن الفقر المدقع، أصبحت ذهبت تجارتك وضعت أموالك، يعني أصبحت في خبر كان والله المستعان، بعد أن كنت ميسور التجارة والخير الكثير، انقلبت حياتك إلى جحيم والله المستعان، خسرت التجارة، خسرت أموال، خسرت دكاكين من التجارة، خسرت أموالك في البورصة إلى غير ذلك، ورغم ذلك أنت من أهل الصلاة وقراءة القرآن والذكر، ولكنك لا تعرف أين السبب. نعم، لا، قمت بالرقية عند الرقاة إلى أن هذه المشاكل التي عندك لم تعرف لها تشخيصا ولا علاجا. إخواني، ركز على أن تفعل هذه الخطوات بالتدقيق. أخي المبارك، احرص على وقت الدعاء بين الأذان والإقامة، في كل صلاة عندك 5 صلوات، بين الأذان والإقامة احرص على 10 دقائق أو 7 دقائق أو 5 ترفع يديك إلى الله تبارك وتعالى، تقول اللهم أرني الحق حقا وفقني باتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني باجتنابه. اللهم افضح سحر السحرة في جسدي مهما كان، اللهم افضح سحر السحرة في جسدي مهما كان قوته ومهما كان خبثه وكيده ومكره. هكذا تدعو بما شئت وتصلي على النبي وتثني على الله تبارك وتعالى وتحمد الله وتسبح الله وتستغفر الله في دعائك، ثم تقول هذا الدعاء. وكذلك ركز على أن تدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء بالثناء والصلاة على النبي حتى في قيام الليل، فهي في الثلث الأخير من الليل هي وقت الدعاء، ليفضح الله سحر السحرة في جسدك مهما كان قوة السحر، مهما كان خبث السحر وكيده ومكره. لذلك احرص على الوقت الجميل المبارك، ساعة وقت الإجابة بين العصر والمغرب، بين العصر والمغرب يوم الجمعة، فيها ساعة يستجيب الله فيها. ركز على هذه النقطة، وركز على لما تكون صائم، لما تكون صائم وتريد الفطور في يوم صيامك، ركز على أن تدعو في ذلك الوقت، فدعاء الصائم مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى. وركز آخر مبارك على الوقت كذلك الذي يستجيب الله فيه الدعاء، السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واسجد واقترب. ركز على هذه النقط في السجود، تقول اللهم افتح سحر السحرة في جسدي، فإني تعبت يا الله، مرضت كثيرا، ضاعت تجارتي، ضاع رزقي، يا ربي افضح سحر السحرة في جسدي، وافضح من سحرني وسحرهم في جسدي. وادعو الله تبارك وتعالى كل يوم، إما أن ترى في المنام من سحرك وسحرهم وكيف سحروك، أو في اليقظة، أو تجد هذا السحر في بيتك، أو يلهمك الله تبارك وتعالى وتبطله في مقبرة أو في أي مكان بإذن الله، أو يرسل الله تبارك وتعالى يبطل سحرك وأنت لا تشعر. لذلك استعن بالله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. لذلك أخي المبارك، أختي المباركة، سوف أكتب لكم دعاء قويا مباركا بإذن الله تبارك وتعالى لإبطال سحرك مهما كان قوته وخبثه وكيده ومكره، فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأي في أي دولة وفي أي مكان كان. فهذا الدعاء إما تجدونه في أول تعليق أو في المنتدى، أو تجدونه في قناتي على التليجرام، فهو يكون عبارة عن منشور وبعض الآيات والأدعية. لذلك احرص على أن تقرأه إما بعد كل صلاة أو بعد الفجر والعشاء، أو تقرأه مرة في اليوم بالطريقة التي سأشرحها في المنشور. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.